نبيل نجيم، عرفنا عن حالك. أنا محامي، بشتغل بمجال الشركات، مجوز، عمري 47 سنة، عندي ولدين. كيف كانت علاقتك بخيك إدغار؟ سابقاً العلاقة دايماً توتر مستمر، يعني عنده كاركتير خاص من هو صغير، يعني من نحن وصغار بالبيت من عمره 6 سنين أول مسبب اسمها بالبيت فاتت على البيت هو فوتها. ولد صاخب، كاركتير شرس، مشاكل، خبيط بخبة إخواته، شيء ما بيتهدى. يعني كيف كانت بالتحديد التصرفات الشرسة يلي أنت ما كنت راضي عليها بالتحديد؟ يعني مرة ما بتروح من بالي بشيل سنتور فيها البكلة حديد، نعم، بيشبني فيها بتجي براسي. يعني بعطيك اكزامبل، مرة كسر ايد خيو، يعني عنده كاركتير استثنائي لدرجة انه خطر. طبعا يعني اذا لقت سكينة بايدك بيهجم عليك. يعني مرة هجم على خيو الكبير بالسكينة، كان عمره 14 سنة، يعني ما عنده ليميت لشيء، ما كان في شيء يردعه. لا لا لا، ما في شيء بيردعه. عم تحكي كاركتير صاخب شرس، لسان كتير زفر، قلة أخلاق، وبيعمل حركات مين ما يقعد بده يزعج الكل، بس ممنوع حدا يزعجه. متسلط، طمع لا يوصف، يعني أخلاقيات استثنائية ما بتشوفي منها. يعني كتير مزعج لأهل بيته، كان كتير مأزي كتير. يعني بالنسبة لك إذا بدك تعطيه عنوان جرسة، أكيد أكيد أنت تحاشى وجوده. حتى وقت تجوز ما صدقت أنه فل من البيت. شوفي لوين، يعني ظل طقيل علينا، كان يعني تقالته منا طبيعية. أول مرة شفته عم يتعاطى مخدرات، أنا كنت أسمع يقولوا أنه عم بيظهر، عم بيسهر، ممشى ما منيح، نسوان وعشرة، نعم، دايما عنده مشكلة. كان بالدي ان اي تبعه له كل شخص ادم بيكرهه، كل شخص اصغر بيمشي معه، يعني غير كاركتير اخواته البقوي. شو كنت تسمع عنه وعن علاقاته؟ نسوان فات، نسوان طالع، ما في رادة، سهر ليل، شرب، يعني عيش حياة بملقة، حياة الشر بملقة. طبعا شر، لأنه بي مرة قال لي كلمة، قال لي الشر الموجود فيه مش موجود ببشري. جربتوا تساعدوه كم مرة؟ يعني أمي بتقول كلمة، الشمع اللي مضويت له إياه بعمره بناية. كنت أقول وقت أعمل معه منيح عم بضوي شمع لإبليس. يعني شو ما تعملي معه، لا بالصلاة بينفع، لا بالمحبة بينفع، ما في شيء. ما وصلتوا يعني لنتيجة؟ لا لا لا، حالي ما يقوس منه. يعني جوني إدغار نجيم، شو بيعني لك هذا الاسم؟ إدغار هو زبون صار يتردد علي على المحل، بس كان هيك شخص مش عطولي بين طبيعي، يعني يجي مرات عبى شيء بأنيني معه، أنينة صحة يشرب عماهله فيها، أنينة ماي. أنا يعني شكيت فيه هيك كذا مرة، بقول أنه هذا شخص مبين عليه مش طبيعي، أوقات بيجي واعي ومرتاح، وأوقات بيجي هيك مهزز. يعني تصير الساعة 10 مثل ما استفهمت منه، لأنه بس يسكر كان يحكي كل شيء، وكان يفقد أعصابه كتير، أوقات هيك كان عصبي ويطلع من تيابه، أوقات حسه متعاطى شيء. وصرت أعرف أنه بقلب هالقنينة كان يحط فيها الكول، لأنه ما بده يحمل شيء، يعبي فيها شيء فودكا، لأنه كان يتردد علي وأنا أعمله تتواج أوقات، ويصير يحكي لي. وكان عنده طبع غريب، يكون نورمال بس حسه سكر يفلت على العالم، يعني يصير كتير بلا أخلاق. شو يا أمير؟ يعني تفوت زبوني لطشة، انزعج أنا أوقات منه. يعني مرة كنا واقفين برا، قطعت مرة حكي من الزنار والنازل، يعني ما رحمها، وحسيت عنده غضب بقلبه على كل شيء جنس حوا. وكان كتير أوقات يجيب لي نسوان بشكل مش طبيعي، كل جمعة يجيب لي بنت يلي هيدي لقلي عمل لها تاتو وأنا بدفع، عمل لها هيدي وأنا. كل يومين لقي معه مرة جديدة، كان كتير يسكر، يعني أوقات يهز، يعني يلق هيك يشوفه عم بلق، منه كتير طبيعي، يبين عليه متعاطى كمان شيء، مع أنه سألته كذا مرة ينكر هو، يقول لي أنه كان قبل بس ما بيتعاطى.
جربت هيك كثير حركش فيه واعرف منه هو انه شو السبب عنده هالكراهيه، عنده كراهيه مش طبيعيه لجنس حواء، وحسه عم بينتقم من كل حدا عم بيجيبه لهون، يعني يجي هيك بده يأذيهم، يعني يجيبهم ليتسلى فيهم بالاحرى. يعني إيجار نجيم، أهلا وسهلا فيك ببرنامج النبض الأخير. أنت خلقت بعيلة مادياً مرتاحة، هل يا ترى الرياح المادية أخذتك للإيجابي أو للسلبي؟ هذا الموضوع سرع لي حياتي وخليني أكبر بسرعة، أصغر من عمري، وتعرفت على الخطية بعمر مبكر جداً. يعني بلشت بالزنا بعمر 14 سنة، كنت سوق عمري 14 سنة. 17 سنة تعرفت على المخدرات لحد ما انه فت على الجامعة نفس النمط. إيجار، كنت كل ويكند تتعاطى وتشرب وكنت بعالم الزنا. كنت تزني مع أكثر من بنت؟ صح. خبرنا كيف كانت حياتك، نمط حياتك كيف كان؟ شو كنت تحب تعمل؟ يعني نمط حياتي كنت هيك اشتغل كل الأسبوع واعتبر انه هيدا مثلا الويك اند راحتي، او مثلا اذا كان عندي فرصة سنوية هيدا مخصص إلي. وصلت انه ما اقبل حتى بزنا مع بنت واحدة، يصيروا بنتين متعاطى كلنا سوا ونشرب كلنا سوا، وتقعد الفترة اوقات 10 و12 و15 يوم على قاعدة واحدة. وهذا الشيء أهلك كيف كانوا عم بيعرفوا عنك؟ كانوا بينصحوك؟ ما كانوا عارفين شيء؟ ما حدا كان على عصبيتي، ما حدا كان يتجرأ يحكي معي، ما حدا كان يسترجي ينصحني لأنه كنت عصبي جدا. كان يتعاطوا معي أنه بعدوا عنه وما تقربوا لي. كنت تعتبر حالك أنه أنت ماشي صح؟ أكيد كنت معتبر حالي ماشي صح، لأنه كان إبليس عميلي عيوني. كنت تشتغل بمصلحتك بالهندسة لأسامي كبيرة بالبلد. صح. كمان هذا الشيء ساعدك أنك تغوص أكثر بالخطية؟ أغوص أكثر، نعم، بالخطية وخصوصاً بالمخدرات. وعلاقاتك بالفنانين والفنانات؟ بالفنانين يعني علاقاتي معهم كنت أنا أشتغلهم منهم هندسة ومنهم أصحاب، و وبعض الفنانين كنا نتعاطى سوا، لبل أنا كنت أتعاطى أكثر منهم لدرجة إنه أهلهم بس يشوفوني يعني يتفاولوا بالشيطان، يلاقبوني بالشيطان. شو صار مشاكل بحياتك؟ خبرنا شي قصة صارت مشاكل. مشاكل كتير صارت بحياتي أنا، صار مشاكل 4 مرات وصلت للموت بالمستشفى، يعني أوصل للنفس الأخير ورجع عايش. وغير إنه المشاكل اللي صارت بشغلي، بلشت بأدوية الأعصاب بالكويت لأنه كان لود كتير علي بالشغل، بقى التجأت لأدوية الأعصاب، بقى كنت أخد كل يوم حبة حبتين هيك كرمال لروق أعصابي، لأنه كان كتير عندي، كان عندي معمل نجارة، تنجيد وموصفين ورش، وكبرت الشركة كتير، بقى صار كان كتير حمل كبير علي. تعلقت شوي بأدوية الأعصاب، لقطعت فترة بالكويت. آخر شيء صار معي مشكلة بنهاية مرحلة شغلي بالكويت، صارت مشكلة مع آخر شريك كنت معه بالكويت، افترى علي ظلماً وصار بده ياخذ الشركة، وبنفس الوقت كانت زوجتي السابقة بلبنان طلبت الطلاق. بقى ما تحملت الموضوعين مع بعضهم، صرت اخذ 5 حبوب كل 10 دقائق، اخذ 5 حبوب 5 حبوب لحد ما غبت عن الوعي ورحت على المستشفى، وقعدت بالمستشفى 24 يوم بالانتنسيف كير فاقد الوعي كوما.
من بعدها دخلت على مصح رهاب. بالمصح رهاب قعدت لي كمان شي 24 يوم. طلعت من المصح شفت التليفون موبايل، تخيلته آلة جديدة، هيدا كيف يستعمل، شو هو هيدا؟ يعني النطق تبعي كان صعب جدا، التليفون ما أعرف شو هو هيدا كيف بيستعملوه. صرت اتنقل من اوتيل لاوتيل لانه المباحث كانت ملاحقتني من ورا الشيك، ادعى انه كنت انا عامله لشريك، ادعى انه ضاع وما عاد رد لي، اشتكى علي فيه. بقى اخر شيء من بعد هالفتره هيدي تعبت من الفنادق والاوتيلات، رحت سلمت حالي وتسجنت 6 شهور مع انه كان حكمي 3.5 سنين، واشتغلت بالسجن من 6 الصبح لتنتين الظهر أول دوام، وتاني دوام من 2 الظهر لل11 بالليل. كان قبل الظهر مسؤوليتي استلم السجناء، لبسهم، احلق لهم، حسب هيدا عامل جريمة قتل، حطوا بالحبس المخصص تبعه، سرقة هيك. وبالليل كنت إدارة للساعة 11 بالليل، عد المساجين 1500 سجين، عدهم إنه العدد مزبوط، وارجع فوت نام بالسجن بالحبس. آخر شيء ربنا هيك شفق علي وشخص دعمني مسؤول أمني بالكويت وطلعني بظرف 6 شهور. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلاس.